النهارده استاذ جراحه القلب والصدر جامعه عين شمس. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. ايه رايك في كارديو اليكس السنه دي وحضرتك شايف ان ده ازاي هيساهم في ارتفاع مستوى الاطباء في مصر؟ والله هو كارديو اليكس الحقيقه دايما بيبهرنا كل سنه بالتنظيم الرائع وخصوصا العدد الكبير جدا السنه دي الملاحظ، وبيجمع كل دكاتره القلب في مصر كلها وبيجمع التخصصين جراحه القلب وامراض القلب في مكان واحد، فبنقدر يبقى فيه تواصل ما بين التخصصين. الحقيقه دايما معودينا في كارديو اليكس ان انتوا بنشوف الحاجات التقنيات الجديدة وبنستفيد من خبرات الناس سواء زمايلنا وأساتذتنا اللي أكبر مننا أو الناس اللي أصغر مننا كمان. اوكي دكتور، كنا عايزين نعرف إيه التقنيات الجديدة لجراحة القلب؟ الحقيقة بالنسبة لجراحة القلب إحنا كان أكتر حاجة موضوع بيتم التطرق ليه هي جراحات القلب بالمنظار، وإن إحنا دلوقتي ما فيش اللي هو الشق الجراحي الكبير أو القطع الجراحي اللي كان بيخوف العيانين زمان. دلوقتي احنا بنعمل عمليات اللي هي اصلاح الصمام المترالي وتغييره واصلاحات جراحات الاورطه كلها عن طريق فتحات صغيره، زي ايه عمليات المراره زمان ما كانت بتتعمل بفتح كبير بتتعمل دلوقتي بفتحات صغيره، وده اللي احنا دلوقتي قدرنا نوصل له هنا ونقدر نعمله هنا في مصر ومتوفر عندنا في جامعه عين شمس. ميرسي جدا لحضرتك يا دكتور وشكرا على القناه. اهلا وسهلا. ميرسي.